السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس الأوتوكاد 2015. هذه هي الواجهة الرئيسية للأوتوكاد 2015. من بعد غادي نكليكي على نوفو باش نحل صفحة جديدة، وغادي نختار أكاد إيزو أوفغيغ. من بعد غادي يعطيك هذه الواجهة اللي هي واجهة يعني رئيسية ديال أوتوكاد 2015. يعني إلى لاحظنا كاين اختلاف يعني ما بينه وبين أوتوكاد 2013، حيث أنا يعني كندير لا ميزاجور أو التحديث ديال أوتوكاد كل عامين. يعني قبل كان عندي أوتوكاد 2011، من بعد درت 2013، ودابا 2015. هنا الفوق عندنا يعني لي باغ، يعني عندنا هنا لاباغ ديال الديسان فيها هاد لي زوتي، وكاين واحد الاخرين هنا لتحت، وعندنا موديفيكاسيون انوطاسيون والاخرين، وعندنا هنا الثاني انسيرسيون انوتي كل فونيتر ولي باغ لي تيكونوا فيها. وعندنا هنا لاباغ دو مينو فيشي اديسيون افيشال داكشي. نتوما الى يعني الا تظهر عندكم هذا لاباغ دو مينو، ممكن ان تضغطوا هنا ثم تختار هنا عندي ماسك لاباغ، يعني هنا اختفت. ممكن انا اضغط مره اخرى واختار افيشي لاباغ دو مينو، ها هي كتبان هنا على اليسار. عندنا واحد معلم متعامد ممنظم اكس، وعندنا إيغريك يعني محور الأفاصيل إكس ومحور الأراتب إيغريك. يعني مادام عندنا هنا محور معلم متعامد ومنظم، يعني أن هذا هذا المكان ديال الرسم، يعني أي نقطة من هذا المكان إلا ولها إحداثيات، يعني عندها ثلاثة ديال الإحداثيات، يعني إكس إيغريك وزد. الزد يعني غادي كنزيدوها إلا بغينا نرسمو طروادي، اما حنا دابا غادي نهضروا غير في دو دي. يعني اي نقطه من هذا المستوى عندها احداثيات، يعني عندها اكس و ايغريك. وعندنا هنا واحد كيتسمى الفيو كيوب بالانجلي، يعني عندنا هنا الشمال الجنوب، يعني ما هذا غادي نشوفوه يعني ان شاء الله في طروه دي. وعندنا هنا عاوتاني واحد مجموعه ديال الادوات اخرين غادي نشوفوهم حتى هما. وعندنا هنا لتحت لاباغ دو كوموند، ممكن ديبلاسيها بحال هكا، هادي كتسمى لاباغ دو كوموند. ممكن نهبطها لتحت، يعني هاد لاباغ دو كوموند وهي ضرورية، هي اللي غادي نبقاو نعطيو الأوتوكاد الأوامر. وهاد لاباغ هادي هي اللي فاش غادي يبقى يجاوبنا الأوتوكاد، يعني أي كوموند غادي نديروها غادي تكون هنا يعني الإجابة وحتى ديال يعني اللوجيستيك. اول اداه غادي نشوفوها وهي اداه لينيا، وهي عباره عن رسم خط عادي، يعني اون فقط تحط السهم فوق الاداه فوق اللين كيعطيك واحد المجموعه ديال الشروحات. سوف اضغط على لين، الى لاحظتوا معايا اعطاني تما سبيسيفي لو برومي بوين، قال لي نحدد النقطه الاولى. ولا لاحظتوا معايا تما عطاني واحد الجوج ديال الارقام 2747.2564، وعطاني عاوتاني 1800. شنو المعنى ديالها؟ يعني ان هذا السهم، هذا السهم حطيته في هذيك النقطه الاحداثيات ديالها هي اكس و ايغريك. 2763 فاصلة داك الرقم هي اكس وداك الاخر هو ايغريك، يعني كل ما تنحرك السهم ديالي فوق هذا المستوى الا كيتبدل داك الرقم كيتبدل الاحداثيات. يعني هنا قال لي سبيسيفيك برومي بوين، يعني انا غادي نحدد النقطه الاولى، نحدد الافصول والاسطر. يمكن نحدده بالكلافي مثلا واحد، وغادير علامه استفهام من الكلافي او طابلاسيون ونكتب مثلا واحد. الا درت اونطري غادي يعطيني النقطه، ها هي غادي نكليكي فوق العجله ديال لاسوري وغنديبلاسي.
وغندير الزوم، يعني غندور العجلة ديال لاسوري. هنا عطاني نقطة، هذيك النقطة هي الإحداثيات ديالها واحد واحد اللي كتبتهم. اشنو عط الى لاحظتوا معايا لتحت في لا بار دو كوموند ديما او تردوا البال لا بار دو كوموند، اشنو قال لي؟ قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون او انولي، قال لي غادي نحدد النقطة الثانية، راه عطاها لي حتى تما في الفوق، قال لي غادي نحدد النقطة الثانية او انولي. والى لاحظتوا معايا هذه كلمة انولي عطاني حرف او بالازرق اي او ماجوسكول، يعني شنو المعنى ديالها؟ يعني اما غادي نحدد النقطة الثانية، يعني ممكن نكتب الاحداث الاحداثيات ديالها مثلا، او نكليكي غير في هذا المستوى، غادي نكليكي في هذا المستوى وهنا حددت النقطة الثانية. شنو قال لي عاوتاني لتحت؟ سبيسيفي لو بوين سويفون او انولي، باقا هذيك انولي. الوغ خصنا نشوفو هذيك انولي شنو المعنى ديالها. يعني الى كليكيت في انولي كنرجع للور، رجعت للور. الى عاود كليكيت فيها غادي تحيد، غادي تحيد داكشي كاع اللي رسمت، حيت رسمت انا جوج ديال النقاط، يعني رجعت جوج ديال المرات بانولي تحيد كلشي. الوغ غادي نحدد النقطة الأولى، شنو قال لي؟ عطاني انولي. النقطة الثانية باقا تعطيني انولي، ولكن علاش عطاني هذاك حرف او او ماجوسكول وبالزرق؟ يعني الا بغيت ندير انولي ممكن نضغط على انولي لا او نكتب حرف او من الكلافي وندير اونتري. شوف معايا وغادي تحيد، غنعاود ندير او اونتري، ها هو تحيد داكشي كاع اللي رسمته. يعني فهمتوا؟ يعني يا اما غادي نحدد النقطه الاولى النقطه الثانيه، يا اما غادي نضغط على انولي او نكتب حرف او. انا غادي نحدد النقطه الثالثه، النقطه الثالثه غادي نحددها غير من لاسوري، غادي نكليك هنا. شوفوا اشنو عطاني لتحت، عطاني سبيسيفي لو بوين سويفون او كلور انولي، زادت هذه كلور. شنو المعنى ديال هذه كلور؟ الا كليكيت في هذه كلور غادي يسد لي الشكل. كلور بحال قلتي غلق، كيسد لك الشكل ديالك. يعني اون فوا كترسم جوج ديال النقاط، اون فوا كترسم جوج ديال النقاط، الى رسمتي الثالثه يعني غادي النقطه الاولى النقطه الثانيه، يعني اون فوا غادي نرسم النقطه الثالثه كيعطيني كلور. يعني يا اما غادي نكليكي في كلور وغادي نسد الشكل ديالي، او غادي نكتب سي اونتري وهنا سديت الشكل ديالي. الوغ غادي نعاود، يعني مثلا غادي سبيسيفي لو برومي بوين، يا اما غادي نحددها غير بلا سوري غادي نكليكي، او لا غادي نحددها بالاحداثيات. يعني باش نحددها بالاحداثيات مثلا غادي ندير مثلا 10 علامه استفهام او طابولاسيون، وغنكتب مثلا 10 اونتري في نهايه النقطه الاولى، وغادي نحدد النقطه الثانيه الثالثه مثلا الرابعه 5 6، الى كليكيت في كلور كيسد لي الشكل. يعني الامر سهل جدا. الوغ غادي نسوبريمي، الى غادي نعاود كليكي في ليني، غادي نحدد النقطه الاولى. الى لاحظتوا معايا الخط يعني عطاني تما، اشنو تيعطيني تما؟ تما راه تيعطيني الطول، هذاك الرقم اللي كيتبدل راه الطول ديال الخط. ولا لاحظتوا معايا تما في الجيم كيعطيني الزاويه، يعني الزاويه ديال الخط. مثلا بغيت انا هذا الخط نرسمه بشكل افقي او عمودي، يعني بشكل افقي او عمودي غادي نمشي نشوف واحد لوتي هنا، شوف فين كاينه واحد اوتي تنقلب عليها مود اوختو. هنايا الا لاحظتوا معايا عندي مود اوختو هنايا، يعني الا كليكيت فيها حل بلاتي اسمحوا لي مود اوختو، غادي نعاود ندي السيني ليني، غادي نكليكي في ليني، غادي نرسم
نحدد النقطة الأولى. إذا لاحظتوا معايا كيعطيني يعني الخط يعني بزاوية محددة ممكن تحددها أنت. أنا مثلا قلت أن هذا الخط يمشي بشكل أفقي أو عمودي. عندي واحدة الأداة هنا في التحت هي سميتها مود أخطو، يعني ممكن كليكي فيها يعني الخط كيمشي دابا أفقي أو عمودي. هاد الأداة هادي إلا ما كايناش عندكم هنا لتحت غتكليكي هنا وغتمشي هنا مود أخطو. إلا كليكيت هنا يعني ما بقاتش هنا ديك الأداة، إلا عاود كليكيت ها هي رجعات. يعني إلا ديزاكتيفيتها هنايا يعني كنحدد عاوتاني الخط بزاوية يعني بزاوية محددة. ألوغ غادي نكليكي في مود أخطو وغادي نحدد الطول اللي بغيت، مثلا غادي نحدد 5 أونطخي. غادي ندور العجلة باش نصغر ليكم وغنكتب عاوتاني 5 لتحت وغندور لسوري لهاد الجهة وغنكتب 5 وغنطلع لسوري الفوق وغنكتب 5 أونطخي وغندير أونطخي باش نحيد. الو انا رسمت واحد المربع بليني، من بعد ما رسمت هذا المربع يعني الا بغيت نسوبريم هذا المربع يعني كنسيليكسيوني بحال هكا، كنسيليكسيوني بحال هكا وكنكليكي على سوبريمي في الكلافي. نتلقى هذا الشيء اللي عندنا في الدرس الاول في الدرس الثاني عفوا. نتلقاو ان شاء الله في الدرس المقبل باش نشوفوا يعني الاداه ديال بولي لاين، يعني غادي نشوفوا كل وحده يعني كل وحده على حده، يعني غادي نشوفوا فقط غير الادوات المهمه في الاوتوكاد.